يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم طبخاتنا كل يترياها، كل يبي يتعلمها، اغلبنا نحبها، ودائما في رمضان تكون هي غبقاتنا المطلوبه، واذا ما سويت هذه الغبقه يزعل عليك. مشبوس هامور، راح اعرفكم على مقادير المشبوس الهامور. طبعا الهامور خذيناه وقصصناه ونظفناه وبهرناه، مجرد ملح، عصرة ليمون، وبزار بحريني مخلوط وبهرناه بها. هني عندنا طماط حوالي كيلو واحد بستخدم، فلفل، وعندي ثوم مهروس ويا الفلفل الحار، عندي بصل حوالي كيلو ونص، نخي عيش، وعندنا حشيش معجون طماط واحد، وعندي اسبار هندي موجود، وعندي استخدمت حوالي كيلوين عيش. راح ابتدي وياكم. اول ما ابتدي راح احمس البصل، وفي نفس الوقت راح اقلي الهامور. اكلة البحاحير، اي نعم، الله عليهم البحر. الواحد اذا صاد له هامور الدنيا اقول لك يحس بها، ايش اقول لك، كنا عيد عنده. بحارنا ما شاء الله عليه غني بالاسماك، عندنا الهامور. طبعا المشبوس الهامور ممكن نسويه على الهامور، ممكن نسويه على الجانعد، ممكن على الشعري، على الربيان. قلنا البداية راح نسوي البصل. عندنا طريقتين مع البصل، ممكن نحمسه بطريقه الماء وممكن طريقه الدهن، بس على اساس السرعه هني عندنا راح نحاول نحمره بالدهن، وممكن نسوينه بالماء. طريقة التحمير بالماء، مجرد تخلي البصل كل ما ينشف زيد عليه ماء، ترش رشة لين يتغير البصل إلى لونه البني. طبعا الهامور عندي هني، اليوم عندي الحبل وياي وشحم الهامور ما شاء الله، ويا الكبدة والشيبة، يدور وين؟ يدور القنصينة، راح نسوي له القنصينة. في البداية نخلي الدهن يكون حرارته مرتفعة شوي، ونحاول نقلي قطعة قطعة، ما نخلي على نار عالية، راح يحترق الهامور بدون ما يستوي من داخل، فنخليه شوي شوي. وهني راح نقلب. قلت احنا راح نسويه بلون لونه الغامج، ما يضر لما نقط اللوميه من البدايه. باخذ لي اربع لوميات واقطهم من البدايه مع البصل. نقطهم من الجوانب من الصوبين. في ناس يكسرونهم ويشيلون الحب البذر اللي داخل على اساس انه ما يمر، يصير مر الاكل. كيفكم انتو؟ على الطريقه اللي انتو تبونها. ياخذ له وقت البصل؟ لا ما ياخذ له وقت ان شاء الله. سوي حق ابو عيالك الكبسه الهامور، ترى تريح الاعصاب وتكبر الوساد. يا ارقد، انا مو بعرف ليش يرتبط بين الهامور وبين يقول اذا اخذت الكبسه رقادنا على طول، محسسين ان في منوم. هي لان الدسم الاكله ما شاء الله. نحاول نقلب فيه السمكه على اساس ما تلصق السمكه في الطابه. قلنا ان شوي الحراره تكون مرتفعه، لا هي عاليه ولا هي واطيه، وفي نفس الوقت نستخدم الطابه اللي مو كلش يعني ما يلصق في السمكه، اغلب الالمنيوم ولا هذه يلصق في السمكه، فنستخدم طابه احسن كذي الافضل فيهم.
امسحها شوي مني. ممكن نحط القرنسين بعد وياه. الهمر في القطع كله نفسه، ما يعني ما يطشر الدهن، ولكن اول ما نحط راس الهامور يبتدي يطشر الدهن لان العين تفقع فتطشر عليكم الدهن. ما عليه، خليكم متابعين وياي، يعني انا راح اشتغل شوي مني واشتغل شوي مني. عندنا بعد خطوة ثالثة اللي هو الإيدام. راح نسوي الإيدام مع بعض، ننطر شوي يتحمر البصل ونبتدي نحط الثوم ويا الفلفل على اساس يعطي الطعم كامل في الجدر عندنا بالمكونات كلها الأساسية. قلت لكم من قبل دائما اذا بتستخدموا تطبخون السمك، ارد اكررها لكم، انها نستخدم الاسبار الهندي عشان يقلل من نسبه الزفاره الموجوده في السمك، يكون اقل ويعطي حموضه في الاكل. راح ننزل ثوم بدايه، استخدمت حوالي راس ثوم، خلطته مع 4 علو فلفل. وقت الحامسة ذي طبعا من طباخ لطباخ تختلف، ولكن انا عندي طريقتي في الطباخ، ان اذا حمست بهاي الطريقة انزل عليه شوية دارسين وعندي دقوس وعندي ليمون اسود. قلت لكم ابي لون اسود غامق شوي. وابتدي احرك المكونات مع بعض. بعدها على طول راح انزل معجون طماط. وابتدي اخليه على بالكم يتحمر ويا البصل. كله من الاساس اساس تغمج الطابخه وتصير غامضه. هذا اللون اللي انا محتاجه في السمكه. ارجع مع الحامسة مالتنا. نخلي معجون الطماط يحمس وياها. دلوقتي ينحمس ويا المكونات ذي، وارجع انزل الاسبار الهندي العصارة حركة. ايش كثر اخلي؟ حوالي قلاص واحد او كوب، مقدار 200 ملي وياه، وابتدي احرك فيه. ونبتدي نحرك المكونات مع بعض. شوف لون شلون صار غامج داخل. على طول راح انزل الطماط كله مع بعض، وابتدي احمس مكوناته. انا ابي الطماط دي اللي حطيته كله يذوب، وبعدين راح احط وياه البهارات. نغير السمك. هاي القنصينة حطها هني لأن القنصينة قاسية شوي،
بسم الله. خمور على كيفكم اليوم؟ غالي في السوق، بس يقول لك الغالي سعره فيه. حط هذه الشحم مع شبدة الهامور، وهذه الحبل حطيناه، ونبتدي نحرك. حطينا القنصينة لان قلنا انها هي قاسية شوي فتحتاج تكون. راح احط البهارات، طبعا انا حطيت البهارات في البداية، القصد منها ان البصل مع الثوم يكونون الوانهم غامجة. الحين برد احط البهارات اللي هو عبارة عن عندي ابزار بحريني مخلوط، بداية ما حطيت منه، راح احط منه الحين. حوالي قفشتين استخدمت جلجلان وسنوت، استخدم قفشتين لومي اسود، رشة بعد بسيطة، كركم ما بحط الا شوي، وعندي دقوس، طبعا هاي على حسب الرغبة، ورغبتنا اليوم يكون شوي سبايسي، راح نحط الدقوس كله. رشة ملح خفيفة، ونخلط المكونات مع بعض. نزلت الشحم مال بطن الهامور داخل المرقه على اساس يعطيها طعم ازيد. طبعا انا ما احتاج ابدا عقب القاليه، ارد اخليه هنا. لا تلاحظ ان اللون شلون صار. بعد ابي الطماط يذوب، حط لنا رشه حشيش، طبعا حشيش شبنت، لا تبخلون عليه بالحشيش ويا الشبنت. القطة الأولى، القطة الثانية راح تكون قبل العيش لأن نازلة، راح نحط له بعد حشيش ويا شبنت. طبعا احنا محتاجين بعد ماي أكثر، بس قلت مثل ما قلت لكم نبي الطماط يذوب ونشوف الهامور. قلت لكم قبل كانوا شو يسوون، ياخذون جزء من الدهن ذي اللي فيه طعم السمك ورشونه رشه خفيفه على اساس ان طعم السمكه بعد يكون فيها. هاي اللي انا شفته امي تسوي، خالتي تسوي، يدي تسوي، يدي ما لحقت عليه الله يرحمه، بس شفتهم هم يسوون هاي الطريقه. سوي له بهاي الطريقه، لان القاليه ما تدش له الدهن، ما يدش حق الهامور بهاي الطريقه من داخل، انا استخدم هاي الطريقه. ابتدي اطلع القطع اللي حطيتهم من ساعة.
كني بعض البنات او الصغيرات يقولون والله هاي عباله يعني يبي له بارض يبي له عباله. الحريم الاول ما شاء الله عليه تاخذها فره في المطبخ قداها جاهز. انتم الحين ما شاء الله عليكم مبرضين تستوعبون ان الطباخ ما يبي له شيء. قلنا نخليه الدهن بهاي الطريقه يدش داخل. راح ننزل على طول راس الهامور داخل نخليه يتمرق. احترق علينا الدهن، راح نتخلص من هاي الدهن. وراح نشتغل على الإيدام. وقلت لكم انه هو ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الحماس المال المكبوس، والمرحلة الثانية راح تكون قلاي الهامور. وردينا حطينا الهامور في المرقة، رجعنا مرة ثانية طلعناه وبعد بنراجعه. راح ننزل نشيل القطعة اللي داخل ونبتدي ننزل العيش. بسم الله خلصنا هاي المرحلة. راح أحط عليه رشة شوي وابتدي أنزل العيش وأسوي له قياس. بسم الله قياسه مضبوط. القياس نبتدي نرش عليه شوية حشيش بهاي الطريقة. نشتغل على عندنا الإيدام. الإيدام ما راح احتاج الا نخي وبصل. في ناس تحط زبيب، انا اقول ما يحتاج زبيب. دائما في السمك انا افضل ان الناس ما تحط عليه الزبيب. ركز على المكبوس ويا العيش، خليه ينشف شوي الماء. راح اطلع فاصل وارجع لكم مره ثانيه. بعد ما تحمر عندنا البصل راح نحط عليه نخي. نبتدي نحرك فيه. طبعا هاي إيدام الهامور راح نحط عليه البهارات بشكل بسيط، رشة ملح مثل ما قلنا، وبعدين راح نحط كركم. كبشة بزار راح نحط عليه جلجلان ويا سنوت، لومي اسود. نبتدي نمزج المكونات مع بعض، نقصر على النار نخليه شوي. راح نرجع حق مكبوسنا. نشف الماء عنه، نحاول نشيله من الجوانب.
بهذه الطريقة. وبعدين راح ننزل الهامور كله في الجدر قطعة قطعة. يترسى مع المكبوس. نحاول نفك الجوانب شوي عشان يتبخر العيش. نقلب الهامور بهاي الطريقة الراس عشان يتبخر من تحت. بهاي الطريقة يكون جاهز. سكر عليه وحتى الإيدام مالنا صار جاهز. لا تروحون بعيد، انتظروني على التقديم. رجعنا لكم بعد الفاصل وأدريبكم منتظرين النكبة. البخار نطلع الريحة. وهذه مكبوسنا، راح نبتدي نطلع البداية السمك. خلكم مع تطليعة السمك قطعة قطعة عشان برد مرة ثانية. نصفها فوق المكبوس. محتاجين القطع تكون سليمة. وهاي قطعة بعد، وهاي الكبدة مثل الهامور، والحنصينة حطيناها داخل. وآخر قطعة هذه. راح أطلع الليمون. نقلب العيش بهذه الطريقة. نبتدي ننشب. أنا محتاج مكان، راح أوسع على روحي شوي. بسم الله. شوي بصينيتي فوق، ما ودي قاطرة عيش تنزل تحت. قلت لكم لونه راح يكون قامج بهاي الطريقة. هاي قنصين. هاي اللون اللي انتم تبونه، واغلبنا يحب لونه قامج. علمكم الخطوة وقلت لكم بالحمس شلون طريقته وشلون نحمس البصل مع البهارات بداية، في نفس الوقت معجون الطماط له وقت معين نحطه. أتمنى أنكم تابعتوني خطوة بخطوة. أغلب غبقاتنا اليوم منتظرة مكبوس الهامور. ولا تقصرون على الجماعة في الغابقة. بداية راح أصف القطع الهامور. هاي طريقة صفها قطعة قطعة. بني ادم اذا ياكل هامور كل يوم بعد ما يقول لا. هاي هامورنا. هاي قطعه بعد. ناسي كبده الهامور.
قطع مني وقطع مني، وهاي القنصينة، وهذه راس الهامور. هاي الطريقة راح أوزع الليمون. وراح اجيب اليدان بهاي الطريقه، واحط اليدان تزيين، هاي صينياتنا راح نرش عليها شوية بصل، مغلي بهاي الطريقة، الطبخة ذي هي التوب على الطبخات كلها الموجودة في المطبخ البحريني. راح نحط معها تمر، وراح نحط بعد وياها دقوس، وراح نرش عليها ليعذرني الناس تعذرني، بس لازم يبي لها رشة خالدي دهن. وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج المطبخ، قدمت لكم مجبوس الهامور، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية، وأقول لكم مع السلامة.